من بعد سنين تلاقوا بحنين بلحظة سكون على قلبي داقوا الحنان حسوا بأمان بعد السنين بعد السنين كل الكلام يلي من قال نال بنغمي وعدت من الليل على اللمس على الهمس على الشم. على الضم من بعد سنين. رائعة أمل، مؤثرة مؤثرة جدا، وفيها مثل ما قلتي دراما، يعني بتوقفي لحظة سكون، بتوقفي بعدين شمي، بنشوفك عم تتنشق الهواء، يعني بتتنشق مثل اثنين أحبة عم يلتقوا ببعضهم هيك مشتاقين يشموا بعض. ومؤثرة. لمين عندك حنين اليوم أو لشو عندك حنين؟ ما بيخلى الأمر أكيد، قد ما كان الواحد هيك مستقر وهادي أكيد بحن ل أي شيء له علاقة قبل 2011، قبل كيف لسوريا لسوريا قبل أي أكيد، وكلي أمل إنه سوريا عم توقف على حيلها وعلى رجليها ورح ترجع إن شاء الله. إن شاء الله على أمل سوريا ترجع ولبنان يرجع كمان. إن شاء الله آمين. يعني هالبلدان يلي دفعوا كثير، وخاصة الناس اللي فيه إن كان الجمهور السوري أو الجمهور اللبناني، فكمان تحية. يكفينا يكفينا قهر كعالم عربي. أمل اسم الله عندك بنتين من زوجك السابق الممثل عبد المنعم عمايري، سلمى 17 سنة ومريم 13 سنة ونص، وهن عايشين معك. لما بيكون البيت كله بنات كيف بيكون الجو ولا أهضم؟ يا عمري أنا ما أحلاكم. الله يخلي لك ياهون. آمين يا رب. الناس بتتخيل إنه بيت فيه ثلاث بنات معناته شو هالبيت المنظم مرتب، ما بتحسي شيء طاير هون طاير هون. لا غلطانية. أنا عندي بنت وبعرف. يعني ثلاثة عنا من كل شيء ثلاث أشياء. تراكيبكم وغراضكم. إيه يعني بنحاول جهدنا إنه نحن ثلاثة، مرات هيك بنعمل نظام نمشي عليه بالبيت وهي ما دائما بتزبط، مرات حدا بيتحمل أكثر من حدا، مرات مريم بتتحمل أكثر، أنا بتحمل أكثر، سلمى بتتحمل أكثر. هلا قريبا عيد ميلاد سلمى ال 17 ب 15 حزيران الجاي، ولازم نقلها شيء من حديث البلد. هابي بيرث داي تو يو، هابي بيرث داي تو يو، هابي بيرث داي لسلمى، هابي بيرث داي تو يو. اسم الله قمر، هيدي منا نحن، هيدي منا نحن، بدنا انت تقلي لها شيء. أنا الحقيقة سلمى بتحب كثير مطربين، بس أنا بدي أهديها غنية هيك مقطع من أغنية على ذوقي. حبيبي والله لسه حبيبي والله وحبيبي، مهما تنسى حبيبي والله وحبيبي، مهما تنسى حبيبي ابقى افتكرني، حاول تفتكرني، حاول تفتكرني، دي ليالي عشناها أبدا مش حنساها، وعلى بالي أيام وليالي يا حبيبي، على بالي
على بالي ليل ونهار وانت على بالي. طيب